وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف المهندسة شوقية حميدان، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، وبداية لو تحدثينا عن طبيعة المشاركة أو مشاركتكم في معرض سيتيسكيب البحرين. مساء الخير عليكم على جميع المشاهدين. بداية أحب أن أشير أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمعرض سيتيسكيب البحرين العقاري تعكس الحرص الحكومي على تطوير قطاع التنمية العمرانية والعقارية بالمملكة، ويعزز مركز البحرين كوجهة سياحية. وبناء عليه كان لوزارة شؤون البلديات والزراعة مشاركة ناجحة، وذلك للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة. حيث تم استعراض أهم المشاريع المنجزة من شؤون البلديات، والتي شملت الحدائق والمتنزهات والسواحل ومشاريع المماشي والأسواق العامة، كما تم عرض إحصائيات وتفاصيل لما تم إنجازه من الخطة الوطنية للتشجير لحينة، كما تم عرض عدد من المشاريع المنجزة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإضافة إلى عرض عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال المنصة الحكومية للاستثمار. أيضا ومن منطلق التعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة، تم عرض مفصل إنجازات المركز البلدي الشامل في إصدار تراخيص البناء من خلال نظام بنايات، الذي سرع من عملية إصدار الرخص للبناء وأسهم في إشراك القطاع الخاص في إصدار الرخص، مما خلق بيئة تنافسية تسهم في تقديم خدمات أكثر جودة وتميز للمستثمرين والعقاريين من جهة، وللجمهور المختص من جهة أخرى. كما ونود التأكيد بأن إقامة هذا المعرض بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري والإنشائي والتخطيط والتصميم يسهم بدعم قوي للقطاع العقاري بالمملكة. ويمثل منصة مميزة تقدم للمستثمر والمطور أحدث المنتجات والخدمات والمشاريع في القطاعات المذكورة، مما يسهم في رفع حركة الاقتصاد وإنعاشها في المملكة. المهندسة شوقي حميدان، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.